كلوا عليه التحقوا بينه بشي كملوا معنا ساعة ونص الأخيرة من عمر الحصة مش البرنامج البرنامج مازال إن شاء الله على مدى طويل مدام لاقي تشجيع منكم مدامكم تتبعوا فينا مدامكم تبعثونا برسائلكم القصيرة. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وأحنا مازلنا مواصلين معكم حتى لسبعة متاع العشية. ما نجموش نشدوا عليكم الأسطورة الفنان محمد سعيد. أمي يا أمي يا نبى الحياة يا نسمة أمل يا همسة صلاة يا أمي أنت زمن النور وزمن الحب يا أمي أنت زمن الفرح ونبض القلب يا أمي مغلاكي وأنا قلبي على صدرك بيدك تمسحي تعبي بشوق حبك وتدعيلي وتسقيني حنان قلبك وتعطيني على عمري سنين عمرك يا همسة صلاة يا أمي. شكون لونوري نتاعنا اليوم؟ هكا هو عدل زهيرة سالم الله يرحمها. الله يرحمها ونعمها. زهيرة سالم زهرة المتوسطة تولدت في 7 مارس 1942 وتوفيت في 27 ديسمبر 2020. أصيلة ولاية باجة واسمها الحقيقي زهيرة البراهمي. بوها سيعمل البراهمي وامها مبروكة الجويني. تزوجت 3 مرات. تزوجت بالمايسترو عبد الحميد بالعلجية وأنجبت ابنتها الوحيدة بهيجة بالعلجية ثم بالكوماندون الليبي مصطفى حيمة وعاشت مدة 2 سنين في ليبيا ثم رجعت لتونس بعد وفاة زوجها وتزوجت من زوجها الثالث سي محمد الحبيب العوني كادر بوزارة الفلاحة ربي يبقيهم. لها 4 أحفاد تبارك الله هبة بدر أبرار أسنان. هي مغنية تونسية كانت من أبرز الأصوات بالمعهد الرشيدي عند البدايات ثم الإذاعة والانتشار الساحق إلى جانب مشاهير تلك الفترة فترة الزمن الجميل. نحتت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ الأغنية التونسية وتمكنت من خلال مشوارها الغنائي من رسم مسيرة فنية حافلة تواصلت لعقود من الزمن. كما نلقاوها ساهمت في أثراء الخزينة الفنية الوطنية حوالي 600 أغنية عندها تونسية وعربية ككل. هي كانت مغرومة برشا بالموسيقى المتصلة بالتراث التونسي والمغاربي عموما وهذا ما مكنها من الدخول إلى العالم العربي فنيا من الباب الكبير. تعلمت على عمالقة العمالقة إن صح التعبير وأصدرت أول شريط غنائي لها سنة 1960 ومن تلك الفترة إلى حد وفاتها وإلى حد الآن وهي متصدرة على عرش الأغنية التونسية والعربية عموما. فهي صاحبة الطابع الفني المتميز بأدائها العفوي الرائع لجمهورها العريض الواسع واستطاعت الوصول إلى قلوب الناس بتفانيها وأحساسها الفياض وهي شقت طريقها بكل ثبات وبراعة. نلقاها كثيرة الترحال ومحبة للتطلع على أنماط موسيقية أخرى حتى تثري مسيرتها الفنية أو تجربتها الفنية وهي تجربة زاخرة بالأعمال وفعلا قامت بهذا ونجحت عموما في كل الأنماط التي قدمتها. ونذكر من أهم أغانيها وهي الحقيقة كل أغانيها صراحة ناجحة ومهمة ولها وقع خاص وذات مستوى سواء الأغاني الفنية أو الأغاني الشعبية والتراثية منها. من أغانيها نجد أمي يا أمي أعز أغنية وهي من ألحان فوزي العربي وألحان عطية عمري وهي أغنية ليبية. بجاه الله يا حب اسمعني ريتك مرة أخطفني وطير يما سامحيني يما براسك بريلة ما هي بالفم المحبة باجة بلاد المندرة والصابة ما حقوش يا حياتي ورموش عيونك قتالة وغيرها من الأغاني الناجحة. كما نلقاها غنات لمحمد عبدو غنات لمحمد حسن وغنات لسامي إحسان من السعودية أغنية حمام الدوحة اللي سجلتها في السعودية منذ 40 سنة وتفاجأت الراحلة بهذه الأغنية كيف قدموها لها بالإذاعة الوطنية بمدينة صفاقس وتقول نساتها جملة وما عندهاش منها الأغنية هذه. غنيت أيضا لحسين السيد وخالد الأمير الأغنية الشهيرة في حاجة بضحكته في حاجة بهمسته.
وغنت لكاظم نديم يا طول الليل. نوعتي انتاجاتها فغنت المغربي، الجزائري، الليبي، المصري، الكويتي والخليجي ككل. فهي كانت تتمنى المزيد من التقدم للفن، ومن اغانيها المحبذه لقلبها تقول اغنيه ننشد في الطير المتعدي. وانا اليوم قاعد نشوف في الريبرتوار متاع اغانيها، سمعت اغنيه فريمون عجبتني برشا، وانا نحضر فيها التكريم التواضع. شدتني الاغنيه هذه، عمري ما سمعتها الحق. تقول فيها نفكر تفكر حبي ليك يا خساره تهجرني، انت الله يهنيك وانا الله يصبرني. اغنيه هي رائعه، لاول مره نسمعها. خذها والله اغنيه والله والله حلوه عجبتني. فهي غنت العديد للعديد من الملحنين التونسيين مثل خميس ترنان، قدر اصرار، في الهادي جويني، شادي انور، صلاح المهدي، محمد رضا، محمد علام، عبد الحميد ساسي، سامي العقبي، عادل بندقة وغيرهم. فهي فنانه تونسيه من الصف الاول، هي اصاله الماضي كما كانت تحب ان تكون ممثله سينمائيه ايضا. وكانت كثيره الالتزام بعملها وحفلاتها بالرغم التعب والمرض، فهي لا تغيب أبدا على عملها ولا تتجرأ على التغيب على حفلات جمهورها. كانت معطاءة وكريمة، ورغم قوتها وصعبها، هي صعبة وقوية، نلقاها امرأة حنونة وتعاون وتقف معاك في السراء والضراء وترمي روحها وتدافع على حقوق الحقوق المهدورة سواء لها أو لغيرها على حد السواء. كانت صادقة وصفر نفاق، ما تنفقش زهيرة السالم بالكل، الله يرحمها، إن صح التعبير، صفر نفاق. وكانت اللي تحس به تقوله، وكانت تحط صباحها على الداء بدون مجاملة. تمتاز بالحن وتعطي برشا من وقتها وحياتها للناس بلاش مقابل، بلاش كونتربارتي. هي صاحبة مواقف وتدافع على كل الفنانين. كانت تدخل مباشرة في القلب من كثرة تواضعها وروحها المرحة، فهي كوميدية بامتياز. كرمتها أخيرا وزارة الثقافة وقاموا لها مهرجان بمدينة باجة باسمها، مهرجان سنوي، وإن شاء الله قد بشي يولي مهرجان كل عام. هذه أثناء الدورة الأولى. ونشكر برشا مندوب الثقافة لولاية باجة والأستاذ المايسترو عبد الحميد العيادي على المبادرة للقيام بهذا المهرجان. كما كرمت مارتين، خذت وسام الاستحقاق الثقافي، اي كرمت، ما بالعربيه كيكه كرمت. كرمها شخصيا الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لم تمت الفنانه الكبيره زهيره سالم، فهي خلت بيناتنا تلك الروح المرحه، وخلت رصيد زاخر لباس به من الانتاجات الفنيه الخالده، وخلت اعز حاجه عندها بيناتنا ابنتها الوحيده بهيجه بالعلجيه. يعطيك الصحة، الله يرحم لزهيرة سالم ويفضلنا لبهيجة، ونسمعوا ما هي بالفم المحبة.